شباب فلا ترى الأسبوع الجاي الشغل كله من البيت. درينا عمر أرسل جاب معمول أول ما شاف الإيميل. شباب طبعا في بعض الأشياء لازم تنتبهون لها. أوف يا أخوي أنت ورانا حنا مو في الشركة. كذا ترى راح أقلك بعد. على الأقل في الشركة حنا شغالين من الأجهزة حقتنا اللي عليها حماية. لا عليك لا تقولها. تبينا نأخذ أجهزتنا معنا للبيت؟ ترى ما يبغى لها أي أجهزة ثانية غير مضمونة. أنت الحبيب من وين تبي تشتغل أصلا؟ عادي يعني أي مكان فيه إنترنت. ومين قال لك إن الأماكن اللي راح تشتغل منها فيها شبكة إنترنت متأمنة؟ أنت كذا ترى راح تعرض بيانات الشركة للخطر. ما في أي محاذير ثانية ولا خلصت المحاضرة؟ طبعاً يا شباب ما يحتاج أكد عليكم، ممنوع أي أجهزة USB وممنوع أي هاردسكات خارجية تحطوا عليها بيانات حقت الشركة، لأنه ممكن تنسونها أو تضيعونها وتتسرب البيانات هذه. أبد، ويصير خاطر كله طيب. الحين بس خلنا ناكل معمول. ولا في قواعد عليها بعد قبل لا ناكل؟ لا خلاص يا عم خلينا ناكل. يعطيك العافية. الله يعافيك.